مايو العام القادم، في مايو 2020، في مواطن مصري هيوقف في قاعة الشرف لـ The International Marathon Swimming Hall of Fame، قاعة الشرف للماراثون العالمي للسباحة. والحقيقة أن دي هيئة أو مؤسسة موجودة من الستينات. ليه المواطن المصري ده هيروح؟ لأن هم لما بصوا كده على سباحين العالم من سنين طويلة جدا، حطوا عينهم على مجموعة من أساطير السباحة، وكان منهم ذلك المصري. المصري ده أخد بطولة العالم للسباحة 4 مرات على التوالي في الستينات. بطل السباحة ده مفيش بحيرة أو ممر مائي ما عبروش، وغالبا كان واخد فيه المركز الأول. البطل العالمي ده هو اللي أسس كيانات كتيرة جدا في مصر وخارج مصر للسباحة. بطل لو احنا بنتكلم عنه، مش هنتكلم عنه بس كسباح، لأنه شارك بأدوار وطنية مختلفة في بلدنا. يمكن في أجيال كتيرة ما تعرفوش للأسف الشديد، إنما وجوده في قاعة الشرف السنة الجاية هيخلي ناس كتيرة جدا تتذكر الماضي المشرف لأسطورة من أساطير السباحة، السباح نبيل الشاذلي. بكتير من الفخر والامتنان بنرحب بحضرتك يا كابتن. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا اولا ان انا احضر مع البرنامج مع حضرتك. العفو، على راسك من فوق. واحضر مع الشباب الجميل ده. دايما لما بنشوف الشباب الجميل ده في برنامج حضرتك بنحس بامل ان مصر ان شاء الله هتبقى احسن. دايما ابطال وناس مخلصه زي حضرتك. كنت بقول انه عالم السباحه او سباحين مصر كلها يعرفوا نبيل الشاذلي اذا ما كانوش اتخرجوا من تحت ايديه. شكرا يا فندم. انما في اجيال ملهاش علاقه بالسباحه يمكن ما تعرفش المعلومات المهمه اللي بناء عليها حضرتك هتقف في قاعه الشرف السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك في الستينات كان العالم كله بينظر لك على انك اسطوره فلته، مفيش حد تساوى معاك في بطولات السباحه. الحقيقه يا فندم السباحه الطويله بالذات او سباحه الماراثون زي ما بيقولوا عليها كانت مصر متميزه فيها جدا في فتره الخمسينات والستينات والسبعينات لغايه نهايه الثمانينات. كانوا بيطلقوا علينا تماسيح النيل. الحمد لله يعني استطعنا خلال فترة أنا وزملائي طبعا، وكان يمكن أكبر واحد زميل ليا كان كابتن عبد اللطيف أبو هيف طبعا سباح القرن الاسم العظيم، ويعني سافرنا معظم بلاد العالم، لفينا بلاد العالم، كانوا يعني بيكرمونا في كل حتة بروح فيها كأبطال عالميين حققوا بلدهم كتير، وبلدنا برضو الحمد لله كرمتنا وما زالت بكرمنا لغاية النهاردة. وأكبر تكريم ليا بحسه وجودي مع حضرتك وجودي مع الشباب. وجودك معنا تكريم لينا إحنا حضرتك علاقتك بالسباحة أساسا أنت ضابط في القوات البحرية، تمام يا فندم؟ وإنما إيه اللي دخلك مجال السباقات السباحة العالمية؟ لا حضرتك، هي السباحة مرتبطة بشغلي الحقيقة في البحرية، يعني أو نقدر نقول الاتنين مرتبطين ببعض. أنا أساسا شغلي كضابط بحري، كنت في الضفادع البشرية المصرية، وفي نفس الوقت بزور رياضتي زي أي واحد مواطن عادي بيزور رياضته. استطعت إن أنا من خلال الرياضه بتاعتي ان انا احقق لمصر العديد من البطولات العالميه، احقق لنفسي، احقق لذاتي، وفي نفس الوقت كنا بنخدم بلدنا في القوات المسلحه كاي فرد في القوات المسلحه المصريه. طيب انا سمعت ان كان في صعوبه، الله ايه الصوره دي، احكي لي عنها يا كابتن. حضرتك دي كان احد المراسلين الاجانب، كان يعني ايام ما كنا بناخد بطولات وبتاع، كان جاي يزورني في البيت وبيعمل معايا لقاء
صحفي مع الدولاب بتاع الهدايا، وحضرتك يمكن وسام رياضه من الطبقه الاولى اللي هو بيتصدر لما نحولي الرئيس جمال عبد الناصر اللي بيتصدر الدولاب بتاع الكاسات بتاعتي. حضرتك انا قريت السي في والحاجات اللي انت عبرتها وعديتها، لقيت تقريبا كل بحيرات العالم وكل الممرات المائيه كلها انت عديتها سباحه. الحمد لله. هو الحقيقه يعني طبعا احنا ابتدينا بلدنا مصر، مصر سباق النيل الدولي كان له شهره عالميه جدا جدا، كنا بنعمل سباقات دوليه في سباق النيل، كان له شهره عالميه وكان بيجي ابطال العالم كله سنويا يحضروا عندنا، وعملنا هذا السباق اكثر من 10 15 مره. ده منين لفين؟ من خلال الستينات والسبعينات. كان يعني تنزلوا سباحه منين لفين؟ بننزل حضرتك ننزل من عند كان في مقر بتاع سباحه المسافات الطويله في جاردن سيتي. ايوه في النيل في جاردن سيتي. حضرتك كنا بننزل نلف الجزر، كانت 32 كيلو، كنا بنلف الجزيره الكبيره مرتين والجزيره الصغيره مره واحده، وكان طبعا كل سباح كان بيبقى معاه مرافقه لانش ومرافق له بيعدي عليه. كان حضرتك الكورنيش النيل ده كان بيبقى جمهور عليه اكتر من الجمهور اللي بتشوفيه حضرتك في ملاعب الكوره في هذا الزمن يعني، والهتافات كانت بتبقى للسباحين المصريين طبعا، وكان في ابطال اجانب كانوا بيجوا يشاركوا معانا في هذه البطولات. كان حتى في بعض السباحين بعد ما اعتزلت السباحه وابتديت التدريب كان في سباحين اجانب بتيجي تعسكر عندنا في مصر عشان تعرف سبب فوز السباحين المصريين ايه، ايه السر التوليفه دي ان السباحين المصريين مسيطرين على بطولات العالم بشكل ده. كان بيجوا عسكروا عندنا في اسكندرية وفي القاهرة عشان يستفيدوا ويستفيدوا من خبراتنا في هذا المجال. واحنا بنحضر للفقرة دي دخلت كده على لستة كلها يعني باكوردز يعني من دلوقتي لما مضى، البلد الوحيدة والاسم الوحيد اللي اتكرر هو علم مصر واسم نبيل الشاذلي. كانوا سنوات كام؟ 63. كانوا سنوات 63 و64. هو حضرتك 61 62 63 64 65 يعني المفارقة الجميلة اللي كانت يعني عالميا بيتكلموا عليها. سنة 64 كان أول مرة أشارك في سباقات أمريكا، وأنا كسبت أول هذا السباق وعبد اللطيف أبو وقف كان تاني. سنة 65 عبد اللطيف أبو وقف الله يرحمه أول وأنا تاني، فكان يعني الظاهرة بنتبادل المراكز، نتمنى أن نشوف سباحين مصر تعود مرة تانية إلى بطولات العالم، ونعود تماسيح النيل مرة تانية إلى بطولات العالم. أكيد عرفت أن كان في مشكلة ما بينك وما بين المنش لانه لظرف سياسي ما. هو حضرتك الجيل بتاعنا جيل الستينات اللي هو من اول 60 لغايه 67، احنا طبعا بعد 67 مضطرين ان احنا نعتزل الرياضه بطبيعه عملنا في القوات المسلحه بعد حرب 67 عشان نتفرغ للمعركه الاهم في القوات البحريه بقى اللي هو اللي انتهت بحرب اكتوبر المجيده طبعا. طبعا. فكان ده يعني الحقيقه يعني حافز كبير لينا جدا خلال الفتره دي ان احنا فتره الستينات كان في مشاكل بيننا وبين انجلترا. اكيد. كانت بعلاقات مقطوعه ايام زعيم جمال عبد الناصر نتيجه حضرتك عارفه القوميه العربيه وخلال ومن قبل كده من ايام 56. ايوه تمام. من ايام حرب 56. فكان العلاقات مقطوعه بيننا وبين انجلترا من فتره طويله، فكنا ما نقدرش نروح نعبر المانش خلال هذه الفتره، ما كانش لينا الحظ ان احنا نفوز، لكن في اجيال قبلينا جيل حسن عبد الرحيم ومرعي حماد وخلافه الاجيال الاساتذه بتوعنا والاجيال بقى لما بعد السبعينات بعد ما يعني ما عادت الامور مره ثانيه اجيال تاليه بقى بعدين في مجدي مندور ومنير جاد وناصر الشاذلي ابني حضرتك كان اصغر سباح يعبر المنش سنه 76 1976 اسمه مهم جدا لما تقرا بقى كده يقول لك ايه، نبيل الشاذلي لم يعبر المنش سباحا ولكن عبره مدربا، يعني بعد كده بقى بيدرب ناس وناس اللي بيدربهم هم اللي بيعدوا المنش.
كنت مدرب في محاولات عبور المنش 25 مرة محاولة، وده واخد بيها شهادة من اتحاد المنش شانل سويمينج اسوسيشن اللي هو اتحاد عبور المنش الانجليزي حضرتك، بيديني شهادة ان انا اكتر واحد في العالم يعني عبر محاولات ناجحة مع سباحين. انا كان سباحين سواء اسوياء ذوي الاحتياجات الخاصة وحققوا كثير جدا جدا في هذا المجال، وكان ليا شرف يعني ان انا اكون مدرب بتاعهم، شرف ان انا كنت مدرب برضو الابطال الاسوياء. وده يعني انا واخد يعني لايف ممبر شيب يعني عضو مدى الحياه في اتحاد المنش. ده اكيد. كابتن نبيل الشاذلي مش بس درب سباحين عشان يدخلوا بطولات، انما كمان درب ابطال لعمليات مهمه جدا، عمليات عسكريه نسمع عنها ونعرفها وشفناها في التلفزيونات. حضرتك كنت من الطاقم اللي درب الابطال اللي عملوا عمليه ايلات. هو الحقيقه من الكلام طبعا اتفضل. ده جزء مهم جدا من حياتي، ويعني شرف ليا ان انا كنت احد العناصر اللي ساهمت بمجهود في نجاح كلنا طبعا، وكل الشباب شافوا فيلم الطريق الى ايلات. الطريق الى ايلات ده بيمثل فعلا العمليات الحربية، لان ما قام به قوات دفاع البشرية المصرية في هذا المجال حضرتك لم تقم به أي قوات بحرية أو وحدات خاصة في أي دولة من دول العالم. صحيح. إنهم يخشوا ميناء عدو ثلاث مرات متتالية ويدمروا الأسطول اللي كان موجود فيه، لغاية لما اضطرت دولة إسرائيل أنها تخلي هذا بالليل، لأن طبعا عمليات دفاع البشرية كلها بتتم ليلا، تخليه من السفن بالليل. فلما دخلوا ما لقوش سفن، دمروا الرصيف الحربي اللي بيبقى عليه مخازن الذخيره ومخازن الاسلحه كلها. يعني هذا الميناء في الحرب خلال حرب الاستنزاف كانت يعني اسطوره من اساطير الحربيه عظيمة. اللي تدرس في الاكاديميات العسكريه في كل دول العالم. ده ما قامت به القوات البحريه والوحدات البحريه. ده مش كلام مبالغه، ده مش كلام من الوطنيه، ده كلام حقيقي عسكري موجود في الكتب والمراجع العسكريه في العالم كله. تمام. كانت مهمتك الاساسيه ايه كابتن؟ تدريب حضرتك. تدربهم على ايه؟ النفس ولا السرعه ولا ايه؟ انا ركزت في تدريب هذه المجموعات على رفع مستوى التحمل ومستوى السرعه عندهم عشان يقدروا يعملوا هذه العمليات بسرعه ويرجعوا. وده ما كان تم، كان بيوصلوا في التدريب بتاعهم لغايه ان هو بيشيل المعدات بتاعته والالغام اللي هيقوم بيها بتلغيم سفن العدو ويعوم بيهم 15 كيلو، ده في التدريب عشان يجر هذا الحمل اللي يمر لمسافه 15 كيلو. ده اللي كان اللي يتطلب مجهود عالي جدا جدا، ويعني ابطالنا سواء من توفاهم يرحمهم الله او الموجودين حاليا، ناس عظيمه دايما، ناس عظيمه بنقدرهم في كل وقت وكل حين، ونقول هي دي البطوله. وكان ليا الشرف ان انا اقابل المجموعه كلها واقدم لهم التحيه والامتنان والعرفان وجها لوجه. يعني دي من الحاجات اللي انا لا انساها ابدا. وساعات بقول يا كابتن نبيل اهم ميزه في شغلتي فيما اعتقد ان انا بقابل ناس عظيمه، الله يحفظ. مش بس بقدر اسمعهم واوصل صوتهم للناس، انما كمان بقدر انقل لهم كم كبير من الاحترام والمعرفه بقدرهم وقيمتهم. فاذا كابتن نبيل الشاذلي، انت تاريخك وحياتك وسياقك في خطين متوازيين واضحين جدا، البطولات والقوات البحريه والضفادع البشريه. تمام. يعني تكوينك مفيش حاجه تغلب على الثانيه، الاثنين بيكملوا بعض. انا ابن القوات المسلحه. القوات المسلحه عايز اقول للشباب بتوعنا مدرسه افضل. انا عندي 85 سنه يا شباب، ربنا يديك الصحه وتطول. افضل سنوات حياتي اللي قضيتها في العسكريه المصريه، انا ابن هذه المؤسسه ونعم وفضلها عليا.
كابتن نبيل، عرفت كمان معلومة لطيفة جدا. حضرتك كنت على متن السفينة المحروسة تمام اللي رحلت أو اللي سافر فيها الملك فاروق بعد الثورة، جلالة الملك فاروق أول ملك مصر والسودان. حضرتك كنت على مركب المحروسة، احكي لي اللقطة دي. أنا هي يعني عشان انضميت البحرية وأنا صغير جدا، كان عندي 16 في هذه الفترة سنة 2 كان عندي حوالي 17 سنة. كنت شغال على اليخت المحروسة، اليخت الملكي، كان اسمه اليخت الملكي المحروسة. لسه موجود لحد دلوقتي؟ موجود لحد دلوقتي، اللي هو اللي افتتحوا بيه قناة السويس الجديدة، يخت رئيس الجمهورية دلوقتي. كان يخت الملك فاروق. لما حصلت ثورة 52 وأجبروا الملك فاروق على الاعتزال، أنا كنت على المركب اللي هو خدته هو وأسرته، اللي هو مركب محروسة. وكنت شايف على الرصيف اللي وقف عليه مركب محروسة كده، وقصر على 60 اللي هو وقف على الرصيف بتاعه كان الرئيس محمد نجيب، كان إمام اللي هو محمد نجيب لأبوه ورجال الثورة وبعض رجال الثورة، يعني كانوا متصورين معاه. والملك فاروق واقف باللبس البحري بتاعه، لأنه كان لابس بحري ساعة ما كان هيغادر، وهو بيسلم عليهم وركب اللانش بتاعه وجه على المركب. طلع معانا على المركب اتحركت، قعدت 3 أيام في البحر لغاية ما وصلت إلى جزيرة كابري، اللي كان ليها تاريخ بقى بعديها لما بيت سباح. جزيرة كابري في إيطاليا. نزلنا هو وأسرته في، وطبعا بعض الحاشية اللي معاه خدمه كده، وحاجاتهم كلها كانت في هذه الجزيرة. اللقطة التاريخية الوثائقية نعرفها ان هو الملك فاروق باللبس الابيض البحري تمام. وفي كان في 21 طلقة اعتقد، كان في تمام. يعني في مغادرة رسمية جدا تحية. وبعد كده ما نعرفش هو داخل المركب. انتوا بالنسبة لكم وانتوا على متن المحروسة وبتشوفوا يعني لحد قبلها بيوم كان الملك فاروق ده هو الملك تمام، حصلت ثورة يوليو. حضرتك احنا طبعا كانت الاحداث واخده الناس، مش حاسه باللي بيحصل يعني مش عارفه، حتى الكبار القاده اللي كانوا موجودين مش عارفين ايه اللي بيحصل. تعليمات، تعالى انقل مركب، ودي دول الحته الفلانيه، ودي ناس حطها في الفتره دي. خلال الرحله الثلاث ايام دول كان هو في الجزء اللي هو مخصص للاسره الملكيه. طبعا احنا مركب ماشيه، عملنا طبعا كل واحد له مهمه على المركب يقوم بيها لغايه ما وصلنا هناك. يعني ما شفناهوش كتير خلال هذه الرحله هي لغايه ما شفنا بقى هو نازل من المركب مع الحقائب بتاعته مع الحاجات بتاعته كلها. دي كانت من الحاجات الحقيقه اللي يعني متسجله في الذاكره لغايه دلوقتي كانها حصلت امبارح بالظبط. أكيد. طيب دلوقتي كابتن نبيل الشاذلي، اللي فهمته أن أنتوا السباحة في عيلتكو يعني الله، الوطن، السباحة، ما عندكوش حد ما بيعومش في العيلة. الحقيقة أنا ليا 3 أبناء، أسامة وناصر وسامح، أبطال سباحة كلهم. كانوا طبعا هم كبار دلوقتي يعني اعتزلوا، بعضهم بيعمل في العمل العام برضه والرياضة، والبعض الآخر معتزل، لكن كلهم كانوا أبطال دوليين الحمد لله. يعني يمكن ناصر حقق بطولة عالم مرتين، عبر المنش مرتين، وكان أصغر سباح يعبر المنش وحقق رقم قياسي في المنش. أسامة وسامح برضو أبطال، كانوا أبطال دوليين، والأحفاد برضو أولادهم. عندي محمد ناصر الشاذلي، نبيل ناصر الشاذلي، وإنجي سامح، وكريم سامح. الأربعة دول كانوا أبطال منتخب مصر، دول أحفاد بقى، كانوا منتخب مصر وشاركوا في بطولات، بس كانوا مسافات قصيره مش مسافات طويله كلهم. وجودك في الحفل المشرف العام القادم ان شاء الله في قاعه الشرف، قاعه المشاهير، قاعه الشرف، انترناشونال ماراثون سويمنج هول اوف فيم، غرفه او قاعه مشاهير السباحه في العالم. واخد بال حضرتك؟ دي منظمه امريكيه يعني بتختار بعض السباحين اللي حققوا للسباحه في العالم مستويات كبيره، وبتعمل لهم تكريم في امريكا هناك في القاعه بتاعت المشاهير دي. فيعني الحمد لله جاتني الدعوه السنه دي ان انا اروح في 2 مايو السنه الجايه
ان شاء الله الاحتفال هيكون في نيويورك باذن الله. وانا بعتبر ان ده مش شرف ليا، انا بعتبر ان ده شرف لمصر وشرف للسباحه المصريه كلها. بالتاكيد الجواب الرسمي، الرسمي الانترناشونال ماراثون سويمنج هول اوف فيم، والترجمه المختصره للسباح نبيل الشاذلي لتكريمه كونه واحد من اهم واعظم سباحي العالم. هذه تهنئه رسميه من الماراثون العالمي للسباحه هول اوف فيم لاختيارك ضمن سباحي الشرف في احتفال العام القادم 2020 ان شاء الله. المسألة بالنسبة لنا مش مجرد تكريم مهم ومحترم في أمريكا، المسألة بالنسبة لنا هو تاريخ ملهم لنا سواء في الرياضة أو في القوات البحرية. بمنتهى الامتنان والفخر احنا سعداء بوجودك معانا النهاردة، وأنت واحد من أعظم سباحي العالم. شكرا السباح المصري. شكرا جزيلا.